السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنتكلم سوا عن الرز. الرز من المحاصيل طبعا المهمه جدا اللي مفيش غنى عنها في اي سفره، سواء في الوطن العربي او في العالم كله. النهارده هنتناول الفروق اللي بين النوعين مهمين جدا من الرز، هو الارز المصري والارز البسمتي. الرز المصري طبعا في ناس كتير جدا بتفكر ان الرز المصري هو رز بالضروره يكون مزروع في مصر. الكلام ده طبعا مش من الناحيه العلميه الزراعيه مش صحيح، لان الرز المصري ده صنف مش منشأ. يعني الرز اللي احنا بنشوفه في كل دول العالم تحت اسم الرز المصري، لو اي حد مصري مغترب في دول عربية هيلاقي في السوبر ماركت مكتوب اصناف كتيرة جدا من الرز المصري. ولكن لو قلب العبوة اللي هو بيشتريها هيلاقي ان الرز اللي هو بيشتريه بلد المنشأ ممكن تكون فيتنام، ممكن يكون الفلبين، ممكن يكون سنغافورة، ولكن الصنف بتاعه الصنف المصري. يبقى الرز المصري مش بالضرورة مبدئيا يكون مزروع في مصر، وان كان افخر انواع الرز المصري هو الرز اللي بيزرع في محافظة الدقهلية في مصر. الرز المصري، ازاي اعرف جودة الرز المصري؟ اول حاجة لو احنا قربنا على الرز، لازم قبل ما نشتري الرز بالذات الارز السايب، لازم نشوف نسبة الحباية الكاملة لنسبة كسر الرز، يعني الرز المكسورة نسبتها قد ايه للرز الكاملة. كل ما كان الرز المكسور اكتر، كل ما درجة الرز قلت، وبالتالي المفروض يبقى سعره قليل، لان هو هيبقى عرضة اكتر ان هو يعجن معايا في الاكل، وصعب جدا يطلع مفلفل، لان نسبة الكسر فيه بتزود المحتوى النشوي اللي طالع منه اثناء عملية الرز. طبعا الرز المصري محتوى النشوي فيه عالي، عشان كده بيحتاج حرفة معينة اثناء عملية الطهي، عشان هو اكتر عرضة ان هو يعجن. في حاجة مهمة جدا لازم برضو نعرفها، الرز المصري بيبقى فيه نسبة سوس كتير، يعني نسبة تعرضه للتسوس او للاصابة بحشرة السوس كتيرة. احنا لو ما لقيناش السوس، ممكن يكون السوس كان في المحصول او كان في الرز وتم تبخيره بمبيدات طاردة لحشرة السوس، وبالتالي احنا مش هنشوف لا الحشرة الميتة ولا الحشرة الحية، ولكن هنشوف امارة مهمة جدا اللي هو البودر الابيض. لو انا مسكت الرز معايا وبعد ما امسكه الاقي في ايدي اتملت بودر ابيض عبارة عن بودرة بيضة، دوت دليل على وجود السوس كان موجود في الرز، والرز والسوس اختفى من الرز او اتبخر او عملوا عملية تبخير. عملية التبخير هي بحط المحصول كله في مكان زي مخزن كده، واعمل بأطلق بخار معين من مبيد معين، المبيد ده له فاعلية في طرد السوس. السوس بيطرد، ولكن البودر الابيض اللي هو ناتج من عملية اختراق السوسة للرز. الرز السوس لازم يخرم الرز عشان يتغذى على النشا اللي فيها، وبالتالي وهو بيحفر في الرز وبياكل الرز بيطلع بودر ابيض بيبقى موجود في المحصول. المحصول لو انا مسكت الرز كده ولقيت فيه بودر ابيض، ده بيدل دلاله واضحه على وجود او اصابه الرز بالسوس. خطوره الموضوع ده ايه؟ ان السوس طبعا بينتج زي اي كائن حي، بينتج فضلات، والفضلات الاخراجيه لحشره السوس بيتطفل عليها او بينمو عليها فطريات، والفطريات دي بتبقى في منتهى الخطوره على الصحه العامه، وللاسف المواد اللي بتنتجها الفطريات ديت ما بتتاثرش بالحراره، وبالتالي بتبقى خطر طبعا على الصحه العامه. طيب في حاجه مهمه جدا نعرف بيها، الرز اذا كان هياخد ميه معايا هيستوي معايا بسرعه وياخد مقدار الميه المظبوط، ولا هيكتر معايا في السوى ويبتدي زي ما احنا بنقول كده باللغه الدارجه يحصول ما يستويش او يبقى ناشف مهما اديله ميه بيشربها وما بيدينيش طراوه في الرز. بعرف منين الرزه المعتمه هي الرزه اللي بتاخد ميه كتير؟ يعني ايه الرزه المعتمه؟ الرز انواعه كتيره، الرز المصري انواعه كتيره، ولكن الرز الفاخر فيه الجيد يعني بيبقى رز كريستالي اللون. يعني ايه كريستالي اللون؟ يعني اللون بتاعه ابيض مايل ان هو يكون شفاف، يعني لو مسكنا الرزه كده نحس ان احنا ممكن نشوف اللي وراها، تحس ان جسمها زجاجي شويه او زجاج مصنفر شويه، يعني تحس ان الرزه كريستاليه شويه. فكل لما الرز ما بشوف حبه الرز الاقيها شفافه او مايله ان هي تكون شفافه، ده بيدل على ان الرز ده جيد او فاخر او من صنف كويس واقدر اشتريه ومش هيعذبني اثناء عمليه الطهي. تاني حاجه، الرز في رز مصري بيبقى رفيع وطويل، والرز في رز بيبقى اقصر شويه في الحبه وتخين من المنتصف. طبعا الرز الابيض بتلاقيه ابيض شويه وداكن الى حد ما، مش داكن قوي بس ابيض غامق شويه، ويكون الحبه بتاعته رفيعه وطويله سنه عن الرز اللي احنا عارفينه. ده بيبقى رز مستورد من الفلبين، ودوت محتاج عيار شويه اعلى من عيار ميه شويه اعلى من الرز المصري اللي احنا متعودين نسويه، فلازم نزود شويه في عيار الميه. وبرده الرز المصري يعني ما بيديش نتيجه قوي في النقع بعكس الرز البسمتي زي ما هنتكلم عليه بعد شويه.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن الرز المصري وازاي نختاره وازاي نعرف اذا كان بياخد سوا ولا لا، واذا كان بياخد كميه اكتر شويه في الميه اثناء عمليه الانضاج. يبقى ده الرز المصري. طبعا عيار الرز بيختلف من صنف لصنف اثناء عمليه الطهي طبعا، ولكن العيار المظبوط ان انا بغمر الرز بالميه بارتفاع نص سنتي، يعني ببقى شايف الرز تحت الميه بعد ما بقى ايه بقلبه في الزيت او بقلبه في الماده الدهنيه سواء سمنه او زيت، وبعد كده بحط الميه بحيث ان الميه تغمر الرز بقيمه نص سنتيمتر تقريبا. وفي نفس الوقت لازم اتاكد ان الميه اللي انا بحطها تكون ميه الى حد ما سخنه او دافيه عشان تديني نتيجه الرز المفلفل اللي هو مش معجن. بالنسبه للرز البسمتي، الرز البسمتي هو طبعا رز البلد المنشا بتاعته الهند وباكستان. الرز البسمتي نوعين كبار جدا، النوع اللي هو لونه بيبقى غامق شويه مايل للاصفرار دوت، النوع اسمه نوع المزه او السيله، الرز البسمتي المزه او السيله، وده كلمه باللغه كلمه سيله باللغه الهنديه تعني المسلوق. يبقى الرز البسمتي هو رز سبق سلقه، الرز البسمتي السيله مش الابيض، بيبقى رز سبق سلقه. وطب بيسلقوه ليه؟ بيسلقوه وبعد كده بعد ما بيتسلق بيتعرض لعمليه تهويه في الشمس عشان يتخلصوا من النشا الموجود فيه، عشان كده المحتوى النشوي في الرز البسمتي اقل بكتير من المحتوى النشوي في الرز المصري. بعد ما بيسلقوه وبينشروه في الشمس لفترات طويله بيعرضوه لعمليه اسمها عمليه التعتيق، ودي اول حاجه لازم ناخد بالنا منها اثناء عمليه شراء الرز البسمتي او الرز السيله، ان انا لازم اشتري محصول يكون محصول من سنوات سابقه، لان الرز البسمتي ما يتاكلش طازه، ما ينفعش يكون محصول السنه دي ولا حتى السنه اللي فاتت. يعني احنا مثلا دلوقتي لو احنا في عام 2017 يبقى اول رز ممكن اكله او اتناوله او استهلكه هيبقى محصول سنه 2014، ايه ما كانش قبل كده. الرز البسمتي قابل لعمليه التعتيق او التخزين لفترات طويله ممكن تصل ل 10 و15 سنه كمان اذا احسن تخزينه، وكل ما يتعتق وكل ما يتخزن في فترات طويله كل ما طعمه مع البهارات اللي بيتضاف عليه بيبقى طبعا افضل. الرز السيله او الرز المزه بيحتاج عيار ميه اكبر في موضوع في اثناء الطهي اكبر من الرز المصري، وده بيتوقف على عملية النقع من عدمها. لو انا نقعت الرز، وده يفضل ان انا انقع الرز البسمتي قبل مع عملية الانضاج، وده بيخليني استهلك مية اقل في اثناء عملية الانضاج، وهي ان انا بغمره بالمية بعد برضو بحط له البهارات، لانه طبعا الرز البسمتي بيحب القرفة والبهارات وممكن احط عليه حبهان والى ذلك. طبعا هو السيد في المطبخ السعودي والمطبخ الخليجي بصفة عامة، وهو احسن نوع نقدر نعمل بيه الكبسة من غير، لان قابليته ان هو يعجن قليلة لانه سبق سلقه زي ما احنا قلنا. ولكن لازم ناخد بالنا ان احنا اذا اشترينا رز بسمتي زي ما احنا قلنا نشتري رز يكون متعتق بقاله فترة، عشان التعتيق هو اللي بيخليه قابل ان هو يدينا ريحة وطعم اثناء عملية النضج، بالذات لو حطينا له البهارات المعتدلة. في صنف تاني مش معانا النهاردة هو الرز البسمتي الابيض. الرز البسمتي الابيض اللي هم اخواننا في دولة العراق الشقيق، اللي هو اخواننا في دولة العراق الشقيق بيسموه رز العنبر، والجماعة في باكستان بيسموه رز البيشاور. رز البيشاور هو عبارة عن رز بسمتي ولكن لم يجرى عليه عملية سلق وتعتيق، وبالتالي بيبقى رز زيه زي الرز المصري، اتحصد وبعد كده بيطبخ. ولكن رز البسمتي الابيض هو عايز حرفانة شوية في عملية الطهي، لانه هو يفضل ان هو يتسلق ما يتطبخش، يعني يتسلق يعني يعمل معاملة المكرونة الى حد كبير عشان يدينا نتيجة كويسة. وطبعا بيتحط عليه بهارات زي القرفة والقرنفل والخلنجان وزر الورد وما الى ذلك، ده بيديله طبعا نكهة كويسة جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا النهاردة عن ثلاث اصناف مهمة جدا من اصناف الرز، الرز المصري والرز البسمتي بنوعه، سواء الرز البسمتي المزه او السيله، وده نوع واحد على فكره. المزه او السيله ده مسمى لحاجه واحده اللي هو الرز اللي سبق سلقه ويتعتق فتره طويله، والرز البيشاور او الرز البسمتي الابيض. يا رب يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم، ما تنسوش اشتراك القناه ولايك للفيديو وشير لو حسيت الفيديو ممكن يفيد حد غيرك، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه.